ومشاهدينا نتابع مع أخبارنا الطبية موضوع يهم الكثيرون، خاصة أنه يتم اللجوء بالطبع إلى عمليات شد الجسم بما في ذلك البطن الأفخاذ والأذرع بعد النقصان الكثير من الوزن، وذلك لتحسين الشكل الإجمالي للجسم. وللحديث عن تفاصيل هذه العملية ينضم إلينا من الرياض دكتور بندر العيثان استشاري جراحة التجميل بمدينة الملك فهد الطبية التابعة لوزارة الصحة السعودية. صباح الخير دكتور بندر، مين المرشح للقيام بهذه العملية؟ صباح النور، أشكر العربية على الاستضافة. طبعا المرشح للعمل اي نعم للعمليه هم الاشخاص الذي يفقد الوزن بشكل كبير. طبعا في عمليات جديده اللي هي عمليات ربط المعده، هذه عمليات حديثه يعني حصلت في العشر سنوات الاخيره. عمليات ربط المعده ادت انه المرضى يفقدوا كميه كبيره من الوزن، ممكن نشوف مرضى يمكن ينزل الى 100 كيلو. يعني المريض يكون وزنه 160 او 170 نلاحظ انه وزنه يوصل الى 70 كيلو كيلوغرام. بعد فقد الوزن طبعا معظم المرضى يلاحظوا انه حتى ممارسه الرياضه خلال في مرحله يعني نقصان الوزن برضه ما حتمنع هذا الترهل اللي بيؤدي للعمليه. معظم الوقت اذا كان النزول في الوزن بشكل كبير حتى الرياضه لا تمنع هذا الترهل. طيب دكتور، هل ممكن ربط عمليات شد الجسم وتحديدا البطن بعمليات اخرى؟ يعني نرى بعض النساء خاصه اللي بتلجا للسي سكشن انه بتجمع كل العمليات مع بعض، بتخلص السي سكشن بيتم في بعدين تامي تاك او شف الدهون وشد الجسم، هل ممكن فعل ذلك؟ يعني تنصح بها؟ بشكل عام احنا ما ننصح فيه، ما ننصح انه تنعمل السي سكشن بعدها في نفس الوقت مع عمليه شد البطن لسببين. السبب الاول عاده السيدات خصوصا يعني اثناء الحمل والولاده يكون عندها طبعا تغيرات فسيولوجيه مثل الانتفاخات، الاحتقان السوائل، فنفضل انه السيده تلد بعد الولاده، طبعا تنتظر بين شهرين الى ثلاثه شهور بعد جسمها ما يتخلص من جميع السوائل بعدين نعمل عمليات الشد. في نقطه ثانيه طبعا خصوصا بالنسبه لعمليه العمليه القيصريه، نعم. عند فتح الرحم ممكن يكون هناك زي البكتيريا اللي تخرج من الرحم الى الجلد ممكن تؤدي الى مضاعفات. بشكل عام عاده ما نفضل نعمل عمليات شد البطن مع نفس عمليات اللي هي السي سكشن او القيصريه. ايوه طيب دكتور، بالنسبه لمثلا شخص فقد الكثير من وزنه وقرر انه لا الموضوع يحتاج شد عام، فانتم هذه تعملوها عمليه واحده ام انه هذه العمليه الواحده لا بتكون خطر وبتقسموا العمليات الشد؟ بشكل عام عاده احنا نقسمها الى ثلاثه مراحل، ممكن تكون مراحل اكثر. المرحله الاولى عاده هي عمليه شد البطن مع الجنب والظهر والمؤخره. العملية الثانية هي عبارة عن شد الذراع، ممكن معها عملية شد الصدر لو كان المريض سيدة. نعم. العملية الثالثة هي عبارة عن شد الفخذ. يعني ممكن تقوموا بعملية شد الجسم كله، يعني في ناس يستلزموا أن تشد الجسم كله؟ بشكل عام المرضى اللي يخسروا وزن كبير عادة يحتاجوا إلى عملية شد الجسم بشكل كامل. العملية هي عبارة عن ثلاثة مراحل بس عادة هنا في ثلاثة شهور بين كل مرحلة ومرحلة، يعني أيوة. يعمل المريض يعمل عملية بعد ثلاثة شهور يرجع يعمل العملية الثانية اللي أيوة. بعدها. طب بس دكتور يعني بصراحة اللي جرب يعني العملية الأولى وبعدها اللفلفة والقعدة الصعبة والأمور هذه كلها بيرجعوا بعدين للعمليات الأخرى؟ معظم المرضى يرجعوا، طبعا هي العملية متعبة طبعا أكيد بما أنها هي عملية، بس النتيجة حقتها تكون مرضية جدا لأنه معظم المرضى يكون عندهم ترهلات كبيرة، ترهلات طبعا تؤدي إلى سواء مشاكل صحية أو حتى مشاكل في الجمالية، مشاكل في الشكل خصوصا بالنسبة للسيدات. عادة بعد إزالة الترهلات تقريبا نسبة كبيرة من المرضى عادة يرضوا عن العملية بشكل كبير. فهذا يؤدي أنهم يرجعوا لعمل العمليات الأخرى. طيب دكتور، في الكثير بيسألوا هل ممكن التخلص من السليولايت والستريتش ماكس أو علامات التشقق والسليولايت من عمليات شد الجسم؟ بشكل عام لا توجد الى الان اي تقنيه تؤدي الى التخلص من السليوليت والستريتش مارك بشكل كامل بحيث ان الجلد يرجع بشكل طبيعي، بس في عندنا طبعا اجهزه حديثه تؤدي الى التحسن. طبعا في شيء عاده احنا نعمله مع عمليات الشد تؤدي الى ازاله الستريتش مارك، ان احنا نزيلها او نستأصل الجلد،
طبعا عادة معظم السيدات تلاحظ انه الستريتش مارك موجودة في المنطقة السفلى من البطن، عادة تحصل مع بعد الحمل والولادة وممكن تحصل بعد نقصان الوزن. بشكل عام عادة لما نستأصل او نعمل عمليات الشد للبطن والظهر احنا نستأصل المنطقة السفلى اللي هي تكون فيها ستريتش مارك، فهذا يؤدي للتخلص من الستريتش مارك. المناطق الأخرى طبعا في أجهزة حديثة اللي هي أجهزة ليزر، طبعا الأجهزة ليزر الحديثة ممكن تؤدي إلى تحسن في الستريتش مارك بس لا تؤدي إلى أنها تزيل الستريتش بشكل كامل أو أيوة. اللي هو التشققات بشكل كامل. أيوة. طيب دكتور أنت ذكرت أنه يعني العملية صحيح أنها تكون صعبة، إيش المضاعفات اللي ممكن تصير في العملية وإيش الأشياء اللي لازم يكون المريض يعني واقعي في معرفتها ويكون عارفها قبل ما يدخل العملية؟ طبعا اكيد اي عمليه حيكون لها نسبه معينه من المضاعفات. بشكل عام اذا معظم المرضى طبعا يكونوا في مرحله يعني يكون عمرهم صغير، فعاده نسبه المضاعفات حقتها ضئيله تقريبا في حدود 5%. هناك في احتمال 95% ان المريض يجي يعمل العمليه بعدين ما ينتهي بمضاعفات. أيوة. المضاعفات طبعا في مضاعفات لها علاقه بالتخدير، في مضاعفات لها علاقه بنفس العمليه. نعم. المضاعفات اللي لها علاقه بالعمليه مثلا التهاب الجرح، مثل تجمع الماء، تجمع الدم، مثل جزء من الجلد يموت. طبعا أهم نصيحة طبعا عادة أنا أنصح فيها المرضى وطبعا أنصح فيها المستمعين بشكل عام اللي هو المرضى المدخنين، يجب المريض يتوقف عن التدخين تقريبا 6 أسابيع قبل العملية، لأن التدخين ممكن يؤدي إلى مضاعفات كثيرة. المرضى اللي عندهم طبعا في مرضى يكون عندهم ضغط أو عندهم سكر، مهم إنه يكون الضغط أو السكر. بس مضاعفات من أي نوع دكتور؟ إيش دخل التدخين في مثلا شد الجسم؟ لأن التدخين يؤدي إلى نقص في الأكسجين اللي موجود أو اللي نازل على الأنسجة، فلما نعمل عملية الشد ممكن الجرح ينفتح ما يلتئم بشكل طيب لأن الأكسجين اللي نازل على النسيج يكون قليل أو ضئيل، عشان كده لازم المريض يتوقف عن التدخين. طبعا أحد المشاكل الأخرى اللي مع التدخين اللي هي طبعا الأهم من موضوع أنه ينفتح الجرح اللي هي الجلطات اللي ممكن تصيب الرجل أو وتؤدي إلى صمة رئوية، طبعا هذه ممكن تؤدي إلى الوفاة، عشان كده احنا دائما ننصح بشكل كبير انه المريض يجب ان يتوقف عن التدخين قبل العمليه. طيب نصائح تعطيها للمريض اللي حابب يسوي العمليه، يعني كيفيه اختيار الدكتور، ايش الاسئله اللي لازم يسالها مثلا، وايضا ما بعد العمليه، انه اهميه طبعا الالتزام بارشادات الطبيب. طبعا قبل العمليه مهم انه في نقطه اخرى مهمه اللي هي انه الوزن يجب ان يكون مستقر مده 3 شهور إلى 6 شهور. لو تم عمل العمليه والوزن جالس ينزل ممكن يؤدي الى ترهل زياده، يعني العمليه ممكن تفشل، فمهم ان الوزن يكون مستقر. يعني ما احنا ما نسوي العمليه الا تقريبا بعد سنه بشكل عام من عمليات ربط المعده، لانه المريض حيحتاج له 6 شهور إلى 9 شهور عشان ينزل وزنه، 3 شهور أو 4 شهور مهم ان الوزن يكون مستقر. لما يكون الوزن مستقر عادة هذا يؤدي لنجاح العملية. الشيء الآخر المهم بعد العملية طبعا مهم أن المرضى عادة يعرفوا هذا الشيء أنهم يلبسوا مشد بشكل عام. المريض يلبس مشد مدة تقريبا 6 أسابيع، الهدف أنه المشد يلم الجلد، يمنع أنه الجلد يرجع يترهل مرة ثانية، لأن لو ترهل الجلد مرة ثانية ممكن يحتاج إلى عملية ثانية أو ممكن نقول نحن العملية فشلت. إيش الأسئلة اللي لازم يسألوها للطبيب ليتأكدوا أن هذا الطبيب يعني يصلح لهذه العملية دكتور؟ طبعا في اسئله مهمه، طبعا مهم انه المريض يعرف انه الطبيب احنا سيرتيفايد يعني يكون عنده شهاده في جراحه التجميل، لان يعني طبعا للاسف الان في موجود انه في اطباء غير جراحين تجميل او صحيح. ليسوا جراحين تجميل ويقوموا بممارسه عمليات التجميل، فمهم انه المريض يعرف انه الطبيب هو عباره عن جراح تجميل. طبعا في تخصص في نفس طبعا جراحه التجميل هي تخصصات عديده، في تخصص في نفس الجراحات التجميليه اللي هو جراحة الشد، ففي أيوة. أشخاص معينين يكون عندهم تخصص معين في نفس جراحات الشد بعد نقصان الوزن، لأن هذه أيوة. تقريبا هي عبارة عن مجموعة مختلفة من العمليات غير العمليات الأخرى التجميلية الأخرى أو لها طريقة معينة. أيوة. طيب نحن بنشكرك على وجودك معنا، كان معنا من الرياض دكتور بندر العيثان استشاري جراحة التجميل بمدينة الملك فهد الطبية التابعة لوزارة الصحة السعودية.